سيد حسن سعيد، مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا لك أنت على الحضور. إذن سيد حسن سعيد، منذ قليل ناقشنا مع ضيوفنا الذي عن الصلاحيات، خليني أثير النقاش معك هنا عن دور الإعلام في المراقبة سير البلديات وكذلك دور المجتمع المدني اليوم في ظل هذه التعددية في مجال السمع البصري، ماذا أضافت؟ هو الإعلام بمختلف الوسائل نتاعو، من صحافة إلى إذاعة إلى قنوات إلى شبكات التواصل، اليوم تلعب دورا رئيسيا وهاما في تطور المجتمعات في مختلف القضايا والبرامج والمشاكل التي يمكن أن تثيرها. ولهذا نتكلم اليوم على ما يعرف بالقرية الصغيرة، بإمكاننا من هذا الموقع أن نتجول عبر العالم ونتابع مختلف القضايا، مما يعني أن الإعلام أصبح اليوم قوة كبيرة في دفع التنمية على سبيل المثال كما هو شأن الجزائر، في توعية المواطنين بواجباتهم، القيام بالاستفتاء، باختيار العناصر التي يمكن أن تقودهم إلى الأفضل. المجتمع اليوم بصفة عامة هو مجتمع شاب، يعني أكثر من 50% من الجزائريين ذكور وإناث هم من الشباب، وبالتالي عندهم طموحات تطلعات سواء في المجال التربوي كالتعليم والحصول على الشهادات والارتقاء والعمل كذلك أو العمل بالدرجة الأولى طبعا، ثم السكن والاستقرار، فهمت؟ وهذه طموحات شرعية لكل الشباب، يعني ليس فقط الشباب الجزائري. وأنت تتابع سيد أحسن سعيد المشهد الإعلامي اليوم، عندما تقارنه بسنوات سابقة وكانت كخبرة طبعا في هذا المجال، في الاستحقاقات نلاحظ أنه تكثيف الإعلام اليوم هل سيؤثر بطريقة أو بأخرى، أو بالأحرى كيف سيؤثر على سيرورة سواء العمل الانتخابي وحتى المترشحين أنهم يعرفوا أن هناك رقابة إعلامية السلطة الرابعة في الأخير؟ الإعلام عنده رسالة، رسالة اجتماعية، رسالة تربوية، رسالة سياسية عليه أن يؤديها، وهذه طبعا تحددها ما يسمى بالخطوط الافتتاحية أو الاستراتيجية التي نريد أن نرسمها. الإعلام اليوم في الجزائر نعرف فيه الغيث والسمين، فيه ما يحاول أن يؤدي دوره رغم الظروف الصعبة. أنا شخصيا من خلال التجربة التي مارستها على علم بأن المرحلة التعددية هذه إذ أتت بالتعددية وبالديمقراطية، ولكن ظهرت أيضا مشاكل أخرى، سواء مشاكل مرتبطة بالأخلاقيات نتاع المهنة أو تلك المشاكل مرتبطة بحقوق العاملين في هذا القطاع بحمايتهم، حتى يستطيع الصحفي أن يؤدي دوره على الوجه الأكمل. لكن بصفة عامة وبشهادة هيئات مختلفة، سواء الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية، سواء وزارة الإعلام والاتصال، ومؤخرا معالي وزير الداخلية الذي قدموا جميع شهادات. أنا شخصيا باعتباري أنتمي لهذه الوصل الكبيرة أفتخر بها بالفعل. والآن شق آخر، السلطة الرابعة من جهة كسلطة رقابية في عمل يعني الكثيرين بما في ذلك، ونحن نتحدث بالمناسبة عن الانتخابات ودور رؤساء البلدية، المجتمع المدني اليوم نلاحظ أن الجمعيات تشغل حيز كبير، كيف يمكن أن تلعب أو يلعب المجتمع المدني كذلك دوره في تسيير البلديات والمساعدة كذلك في عمل البلديات؟ هذا مشكل كبير تاع الجمعيات المدنية. شخصيا عندما أحاول معرفة العدد نتاع هذه الجمعيات على اختلاف أنواعها، أصبحت لا تحصى تقريبا، أصبحت لا تحصى، هو مؤشر جيد سيد، ولكن هو على بالك الجيش يجب أن ينظم هذه الجمعيات الثقافية أو الجمعيات خيرية المدنية، لا بد أن تنظم نفسها وتحدد لنفسها كلهم في مجال اختصاصاته مهام يؤديها في هذا المجتمع، حتى لا
مع الأيام فهمت المواطنين يرون أن كثير من هذه الجمعيات لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب على أن الإخوان الذين يقودون هذه الجمعيات يجب أن يكونوا في مستوى التحديات، يعني موش فقط يعني لم الشمل والقيام ببعض النشاطات مثل التطوع وغيره، ولاحظوا باللي ما فيش ديمومة لعمل هذه الجمعيات. وفيما يتعلق بالتنسيق، ونحن نتحدث عن الانتخابات لرؤساء البلدية، التنسيق مع البلدية والجمعية، لاحظوا بأن كثير من الجمعيات تشتكي أحيانا يعني من دور البلدية في عملهم، في حين أنه الجمعية ستساعد كذلك في التخفيف من عبئها. هو فيه المصطلح المطروح اليوم ديمقراطية التساهمية. هذا الشعار ومصطلح يعني يرفعه كثير من المسؤولين الجزائريين بهدف دفع هذه الجمعيات المدنية إلى القيام بالمساهمة والمشاركة الفعلية في تسيير شؤون البلدية أو تسيير شؤون الولائية. لكن هذا يتطلب أيضا توفر مجموعة من العناصر، أهمها أن هذه الجمعيات لابد أن تحظى بعناية واهتمام من طرف المسؤولين، ولابد أن تكون قناعات لدى المسؤولين للمجالس الشعبية البلدية بضرورة إشراكهم. يعني النظام الجزائري يتطلب أو يفرض على هذه المجالس أن تشارك المواطنين في تسيير شؤونهم. ونحن نتحدث عن مجال التواصل، دائما الشكوى الأولى هي مدى تواصل رئيس البلدية مع المواطنين، ولو أنه الحي الصغير ربما المواطن ممكن يلتقي الوالي ولايته ممكن نتواصل معه، لكن رئيس البلدية مازال دائما طريقة تواصلية نوعا ما قليلة. شوفي الحقيقة إذن هو أن الوضع الحالي أو القوانين التي تحكم البلديات لا تعطي صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات، في حين أن المطالب الشعبية عديدة وكبيرة. لاحظنا منذ قليل المطالبة حتى بالشغل. نعم. وهو خارج مجال. هو خارج مجال كما قلت صلاحيات البلديات، ولكن هم المواطنين يحملون هذه المجالس أكثر من طاقتها. لكن فيه آفة أنه في حديث اليوم على أن القانون المجلس الشعبي البلدي والقانون المجلس الشعبي الولائي الآن ستقدم للإطراء وتمنح بهذه الطريقة صلاحيات واسعة للبلديات في مجال التنمية، في مجال الاستثمار، في فتح آفاق العمل كذلك. ولكن يبقى هذا فهمت شعار نأمل أن يتحقق ويتجسد في الواقع. تحدي الملبس. آخر اتصالي وهو تكنولوجيا عاصمة البلدية اليوم، تحدي كبير ربما لبعض رؤساء البلديات. طبعا الآن الإخوة المشرفين على هذه البلديات لا بد أن يتمتعوا بمستوى ثقافي، مستوى علمي، ويكون عندهم الاستعداد إذن للتطور. والإنسان يمكنه أن يتعلم إذا كانت لديه استعدادات في استعدادات للتطور وللرقي والازدهار. بهذه الطريقة يمكنه طبعا أن يلم بكثير من الجوانب. هم ما يطلبوش منه أن يصبح مهندسا في الإعلام الآلي، يكفي أنه فهمت ووزارة الداخلية على سبيل المثال قامت بمجهود كبير في تسيير الشؤون الإدارية للبلدية. الآن تعرف بإمكان أي مواطن من أي موقع أن يحصل على العديد من الوثائق. هذه أمور مثلا البطاقة الديومترية في إطار القضاء البيروقراطية، هذا خطوة كبيرة وتجد ارتياح كبير لدى المواطنين. نلمسه من خلال تواجدنا في بعض المقرات. تتحط الصورة سيد أحسن سعيد أستاذ بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام والاتصال، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة وكذلك على حضورك اليوم. شكرا لك سيد الكريم. شكرا جزيلا على الدعوة، وأهني الشعب الجزائري بهذا الحدث الكبير، متمنيين لهذا البلد شكرا لك سيدي والاستقرار والازدهار إن شاء الله. شكرا لك سيدي. إذن مشاهدينا